ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ معاكم محمود حمدي من قناه محمود بوكس. النهارده يا شباب التجربه رقم 7 معانا ازازه خل يا شباب، تمام. معانا شباب ازازه بيبسي، تمام. التجربه يا شباب كالاتي: لو احنا حطينا الخل على البيبسي ايه اللي هيحصل؟ معاكم 3 ثواني تفكروا ايه اللي هيحصل. 1 2 3 هنشوف دلوقتي يا شباب ايه اللي هيحصل. بص يا شباب، اللي هيحصل يا شباب ان الخل هيبيض ازازة البيبسي دي. هنجي بعد ساعة هنقفلها وهنشوف الله هيحصل فيها، تمام يا شباب. زي ما انتم شايفين يا شباب الازازه بدات تبيض اهو، تمام يا شباب. في نهايه الفيديو يا ريت يا شباب كل الناس تشتركوا في القناه، محدش ينسى يفعل الجرس يا شباب. كان معكم محمود حمدي من قناه محمود بوكس. سلام.